نتواصل مشاهدينا الاعزاء ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب. ينطلق شوطنا الرابع المخصص للجعدان مهجنات الاصايل وختام الجوله الاولى على بركه الله وتوفيقه. ننطلق مع البدايه الاولى، ننطلق مع الصداره والمركز الاول. يتقدم جلاد خليفه بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي، ينطلق ويطلع عنان جلاد مع البدايه. ثانيا نتابع القدوم والوصول من خلال شعار ابو صالح، يتقدم مع منذر حمد بن مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي، ينطلق ويتقدم هنا مع انطلاقه منذر. بينما الوصول من السياق الخارجي مع انطلاقه هنا مشاهدينا الكرام وتحديات المركز الثالث. يتقدم رشيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي، ينطلق بو سعيد هنا باحثا هنا عن النقطه هنا في هذا الصباح الجميل. بينما الوصول والقدوم مع المركز الرابع يتقدم سمران احمد بن محمد بن مبارك الاخيلي، ينطلق شعار بالعور، ينطلق شعار اليوم راعي الاسماء الرنانه، الشعار الخزناوي باحثا عن الاترك في هذا الصباح. بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظات من خلال تواجد هنا مشاهدينا الكرام مع الاسماء القادمه مع التحديات الواصله والطامحه بهذا الفوز والناموس. المركز الخامس تقدم هنا مشاهدينا الكرام، تقدم مخلص راشد بن هادي بن مخيت بن سالم العامري، ينطلق مع مخلص. بينما الوصول الحضور اوه مرحبا بهذا الشعار، تقدم صولجان بقيادة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، ينطلق ويقدم شعاره مع مستوى المركز السادس. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نعود مع البداية الأولى، نعود مع الصدارة والمركز الأول، نعود والعود أحمد، نعود مع البداية الأولى مع الشعارات التي تشكل كوكب رباعية مع البداية الأولى مع المركز الأول بقيادة جلاد بقيادة البلوشي. ينطلق ويطلق عنان جلاد منذ البداية حتى هذه اللحظات كما عودنا هذا الشعار بنفس هذا السيناريو. ينطلق مع البداية يقوم راس وينتهي راس مع البداية هلولة جلاد خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي، ينطلق مع البداية هلولة. ثانيا نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد رشيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي، ينطلق هنا مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. بينما بالعور قادم مع المركز الثالث مع قيادة سمران أحمد بن محمد بن مبارك الخيلي، ينطلق على المركز الثالث. بينما المركز الرابع بينما الأسماء المتقدمة الشعارات الحاضرة والطامحة بهذا الفوز والناموس. هنا مشاهدينا الكرام تقدم الشامخ موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، ينطلق بانطلاقه الشامخ. بينما الوصول من خلال التواجد هنا مشاهدينا الكرام مخلص راشد بن هادي بن مخيت بن سالم العامري، ينطلق ويقدم لنا مخلص 1200. التركيز مطلوب، التركيز مرغوب بقياده جلاد
بانطلاقة جلاد مع البداية الأولى مع الصدارة والمركز الأول. ركز يا أبو سالم، ركز ركز يا أبو سالم، ركز، التركيز مطلوب، الجماعة قادمين، التحديات حاسمة هنا مع البداية. ثانيا يتقدم مخلص أول شيد علي بن سعيد بن سالم الزرعية، ينطلقونها للسلطنة باحثين وطامحين منطلقين مع المركز الثاني، ولكن جلاد صامد والعصا والأبطان والعصا والأبطان. ياهي إبداع أولة، ياهي انطلاقات مثيرة، جولة الأوامر الأخيرة مع البداية جلاد والعصا راكدة والعصا آمنة مع البداية الأولى. حتى هذه اللحظات محاولات شرسة من خلال تواجد هنا مشاهدينا الكرام. يتقدم رشيد، ينطلق رشيد، أوهو ولعت ولعت ولعت، ابدعت ابدعت ابدعت، انطلق هنا مشاهدينا الكرام رشيد من خلال تواجد رشيد. سلامي عليك يا ابو سعيد علي بن سعيد الزرعية، سلامي عليك يا المحتكر باحتكار لأشواط الرئيسية. انطلق مع البداية الأولى، عاد جلاد، عاد جلاد، بدأ بأوامره المتأخرة، بدأ بانطلاقته المتأخرة، ولكن رشيد ولا جلاد ما بين البلوشي ولا الزرعية. أوه خلاص حسم الأمور رشيد، انطلق بانطلاقة جميلة، دار بإطار صحيح. مشكور يا زعيم، مشكور، والسلامات نبعثها إلى السلطنة. مشكور راعي رشيد، مشكور. ثانيا نتابع، تقدم جلاد هنا مشاهدينا الكرام. خليفة بن عبد الرحمن، خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي انطلق مع المركز الثاني، المركز الثالث. تقدم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء خالص او مخلص. راشد بن هادي بن مخيت بن سالم العامري المركز الرابع، تقدم سحاب عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي المركز الخامس. تقدم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، هو سمران احمد بن محمد بن براك الخيلي. التوقيت الزمني المصاحب والمرافق لهذه الانطلاقه 6 دقائق 32 ثانيه بالوفاء والتمام.